وذلك لقتلهم شعيب ابن ذي مهدم نبيا أرسله الله إليهم، وقبره بصنين جبل باليمن، وليس بشعيب الأول صاحب مدين المذكور في سورة القصص، ذلك شعيب ابن عيفي، ويقال فيه ابن صيفون. وكذلك أهل عدن قتلوا نبيا أرسل إليهم اسمه حنظلة ابن صفوان، فكانت سطوة الله بالعرب لذلك، نعوذ بالله من غضبه وأليم عقابه.